أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في برنامج وجه لوجه. اليوم ضيفنا مميز معانا اليوم، نائب السابق في مجلس الأمة، أخونا الأستاذ، أخونا العود الأستاذ علي خلف السعيد. مرحبا فيك والله حسين. الله يحييك ويطول عمرك ومشكور على هالضيافة الكريمة. أنا اللي أتشرف وجودك معي وشاكرك على كلام الطيب. أنا أعتبر عمرك. نفسي ما نضيف بين أهلي وبين أخواني. أنت مو ضيف وبين قناتنا إن شاء الله المحبوبة، إن شاء الله دائما إن شاء الله. طول بعمرك. نرجع شوي ورا، شو الفرق بين الوضع اللي احنا نعيشه الحين وفي السابق قبل ما يطلع النفط، الفرجان الأولية، الحياة البسيطة اللي كنا الآباء والأجداد ويمكن عاشرتها في ذاك الوقت؟ شو لو قلت لك شو اللي يميز ذيك الفترة؟ والله ترى أخوي محمد أماني شايب حدي. أنت مو شايب توك 13 سنة. بس المشكلة احنا، أنا جيلي عايش بين جيلين، جيلين يختلفون تماما ما بين الجيل الأول والجيل الحالي. أنا أقصد فيه بالذات من الخمسينات إلى السبعينات وإلى الثمانينات وهكذا. صح. ذكرى الجيل القديم قدر ما هي أنك تسعد لما تذكر قدر أنك تحزن. الطيبة انفقدت. الطيبة. الطيبة انفقدت، التعامل انفقد، الخلق بين الناس انفقد، الترابط الأسري انفقد، النوايا الصادقة انفقدت، المحبة وحب الخير للآخرين انفقد، أشياء كثيرة جدا. يعني أمانة لو نرجع مثلا بالخمسينات حتى الستينات، كان الناس ما نقول عسجية ولكن قالبها أو متمكن منها الطيبة وحسن التعامل والخلق. ولهذا السبب الحقبة اللي فاتت تجدهم سعداء. يعني يمكن في الأربعينات أو الثلاثينات أو حتى الخمسينات أولها ما يجد قوته اليومي، ولكن تلقى سعيد راضي قنوع، حياته بسيطة. أنا باعتقادي أن الكويت انبنت بناء جدا راقي من نواياهم الطيبة وحسن التعامل، والعلاقة المربوطة كانت ما بين الحاكم والحكومة طيبة، ولا زالت إن شاء الله، ما بين الأب والابن طيبة، ما بين الجار والجار طيبة، ما يعني نقول سبيل المثال، كنا في ذاك الوقت بالابتدائي وحتى المتوسط بالدراسة اللي يدرس وياك أخوك، صح، حبيبك، وربما أنت عدم مؤاخذة يمكن هذا متراضع معاه لأسباب أنت عارف الوضع السابق، بس تجد الناس على تواصل، والناس قليلة وعلى تواصل. واللي أهم من هذا كله، يعني اليوم أنا عن نفسي أتكلم، إن كنا في نعمة، إن كنا في نعمة ولله الحمد حنا في نعمة وفضل منا من الله عز وجل من حسن التعامل والنوايا الطيبة اللي تركها لنا الآباء. هذه أنا شو اللي غيرها؟ شو اللي غيرها أخوي علي؟ يعني هل هوية المجتمع الكويتي تغيرت؟ يعني شو اللي غيرها؟ يعني السؤال دائما نسأل، يعني شو اللي غيرها؟ ولا طبيعة الحياة من زمان؟ أنا بإجازة أقولها لك أخوي محمد، النعمة لها ضريبة، ضريبتها اللي قاعد حنا ناخذ. يعني بالسابق كان في تواصل، ها، لأن الناس عيشتها واحدة وثابتة ولا تغير، الفروقات غير مو موجودة. الآن مع كل أسف الفروقات موجودة. اليوم الإنسان جاره ما يعرفه يا أخوي محمد، صح، أخلاقيات المجتمع، الأخوان والأهل أصبحوا بعيدين، مهم قريبين لأسباب البناء، لأسباب مصالح، لإنشغال إلى آخره.
يعني قبل الجار يطلع سواء يروح بحر أو أي كان يسافر أو أيا كان يروح يأمن بيته كله بأهله لجاره. صح. أكثر من أخوه لو أنه بعيد. اليوم مع كل أسف جارك ينتقك لو أنك أنت في بيت قصر يطلعك من بيتك. صح. واللي يقضبك ببيتك لو أنه خنبور ولا أنت راضي فيه وصغير طيبة جارك. النعمة لها ضريبة. اليوم تدري الحمد لله فضل من الله وعسى الله يتممها علينا أخوي محمد. يعني هذا كلام أنت سألتني وهذا كلام أشوفه من الطبيعي أن الواحد يذكره. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان، هالنعمتين إذا فقدهم بني آدم ما يعرف قيمتهم إلا بعد فقدانهم، الصحة بالأبدان وشنو والأمانة في الأبطان. إحنا اليوم فضل من الله ما في بيت حتى اللي على راتبه ثلاثة متروسة. صح. ما حد يموت، ما حد ينام يعاني. أحسن لبس قاعد ناكل. بعضهم يتغدني على كلامي هذا، ما علم إنه أنا أتكلم عن داخلي اللي أنا قاعد أتمتع فيه فضل من الله عز وجل. واليوم الناس كلها واحد يركب أحسن سيارة، يسافر وعلى راتبه ويروحي، شنو بعد هالنعمة هذه؟ نبتدي عد اللي حصل. اوقف عند النقطة، وايد ينتقدون هذا، يقول لي احنا مو هذا مبتغانا، احنا عندنا فساد، عندنا تجاوزات، عندنا ارتفاع في الاسعار. يمكن يردون على النقطة يقول ليش نقول هالكلام؟ لا احنا ما ننكر النعمة. انا ما اختلف طبعا في الجزئية اللي تكلمون فيها او بالنقد اللي تكلمون. النقد هذا شيء طبيعي انك انت تنتقد للتصحيح مو للضرب. أنا اليوم لما أنت أخ وعزيز ولك علاقة أو صاحب قرار أنت، أنا أكون راقي عشان أرفع من مقامك وقدرك، ما هي أنتقدك بالعلن أمام المال عشان لا تكابر. ليش ما يمنع أن أنا أنصحك بيني وبينك أؤجر وأفضل وبنفس الوقت مقامي ومكانتي يصير عندك كبيرة. الآن النقد اللي قاعد يحصل، إحنا ما نتكلم أنه ما في أخطاء، في أخطاء ولو بديش باب الأخطاء الكل يعرفها شنو هي الأمور اللي قاعد تحصل بالنقد. يعني أعطيك إياها باختصار، أنا كتبتها بتويتر اليوم إحنا كويتين كلبونا مليون واحد كلبونا نتعاطى السياسة، اشتركنا حق الدكتور، اشتركنا حق المهندس، اشتركنا حق المدرس، اشتركنا حق الإنسان اللي هو البسيط اللي هو يمكن بالسيارة كنت بالتاكسي. ليش عشقنا السياسة؟ بدواوين، ببيوتنا، بكل مع عيالنا نتكلم سياسة، ما صرنا نتكلم في التجارة، في الاقتصاد، بالفرحة، بالابتسامة. ليش وضعنا انتقاسي؟ هل صار طابع كويتي؟ إيه هو شوف. ولا هوية كويتية ولا النقد وخلاص؟ أنت يعني من خلال لقاءاتك الكثيرة، من خلال قناة الشاهد الحقيقة، ومن خلال اطلاعك ومتابعتك تعلم الكثير. احنا الكويتيين اليوم كنا سياسيين، يجب أن نوقف عند النقطة هذه، شنو السبب؟ يجب أن نبحث عنها، شنو السبب؟ هل هو تواصل ما الاجتماعي؟ هل هو يعني في أمور كثيرة انفتحت؟ لا، أنا يجب أن أنا أتجه يعني أمانة، يعني أوجه من هالكلام إلى الحكومة أو مستشاري الحكومة، يعني يجب أن يكون تركيز على التخصصات كلهم في محله. يجب أن أنا لا أقحم الدكتور في السياسة، لا أقحم المهندس بالسياسة، لا أقحم الطالب بالجامعة بالسياسة، لا، كلهم تخصصه. هناك حتى بتويتر أنا كتبت كلمة، والله يا أخي محمد أنا صادق، يعني اليوم شعب الصين كم عدده؟ طاف المليار. منهم اللي تعاطونهم بالسياسة؟ لأنهم مشغولين في شغلهم، مشغولين في تجارتهم، في إبداعهم، حبهم لعملهم. الدول الأوروبية تقودها أحزاب لا بأس، ولكن أنت الدول الأوروبية من يتعاطى بالسياسة؟ شوفهم قلة وتدهر البلد، بلدان من أفضل ما يكون. شو السبب؟ في خلل. خلل وين؟ في خلل، في خلل أنا أقول لك من الناس، الدور الرقابي، ومن أداء الحكومي. حلو. نينا نجزعها في الجزئتين هذه. الأداء الحكومي أنا لازلت أقول حسن الاختيار، ما يبلي مهندس وحطه طبيب، حطه على وزارة الصحة،
علما ترى انا ما اتكلم اتكلم عموميات بشكل عام علما وزير الصحه انا واحد كمواطن راضي عن ادائه بامانه يعني جدا راضي انا ادائه بس ليش ما يجيب كلهم في اختصاصه كلهم في اختصاصه واقول له تفرغ وانطلق وأد مهامك في في بكل سلاسة وخليك شفاف في أدائك نيل الناس بالاختيار الاختيار قاعد يصير نتيجة نتيجة عناد العند اللي حصل أنا ما ودي أتطرق وأدش في الباب هذا لأن الباب وسيع العند يقابل عند وبالتالي ينعكس على البلد أنا اليوم لما علي الخلف مثلاً رب أسرة زين أتكلم عن نفسي رب أسرة أجد ابني وبناتي وزوجتي يختلفون بالرأي أحترم رأيهم لا بأس ولكن لما أشوفهم يتعاملون وياي بالضد تخرب بيتي الناس اللي قاعد تسويه مو صحيح ولا أرجو أن يفهم كلامي مقصد آخر أنا دائماً أقول للمرة الألف ولي الأمر له السمع والطاعة ولي الأمر يجب أن احنا نأخذ بعين الاعتبار الآن هو يعني شغلات كثيرة محيطة بالكويت احنا نعلم قاعد يداري وقاعد قدر المستطاع يصد أي خلل يأتي من غير لا نقول دول ولا غيره على الكويت احنا لازم نساعده داخل الكويت داخل الكويت احنا كمواطنين داخل الكويت احنا لازم نساعد صاحب القرار انا ما اتكلم عن وزراء لا الاختيار هني يمكن بعضهم يصير سيء من رئيس الوزراء او غيره نتكلم عن الراي الاخير اللي هو عن والد الجميع سمو الامير يجب ان نعينه داخل الكويت اليوم احنا يعني نتمتع في امور كثيره بس شلون نقدر احنا نستفيد منها يعني في مستشفيات متوفرة لله الحمد في أمور كثيرة متوفرة بالبلد الطاقات هذه الشبابية شلون يعني اليوم يمكن كلنا شاهدنا أمس وأمس سمو الأمير باستقبالاته فيما يتعلق بالدكتور اللي هو بأمريكا والشباب الطاقات والجمعيات النفع العام إنه قاعد يدفع فيهم يعني الأمور هذه أنا أشوفها في دفعة بس إحنا في بعض الأحيان نخطئ في الاختيار ندخل الطائفية والفئوية والحزبية ونزد فيها داخل مجلس الأمة ويصير صراع فيها مدام تطرقت للنقطة الفترة اللي عشناها يعني فترة السبعين ما كنا نشوف في ريحة الفتنة الطائفية بين أهل الكويت بكل أطيافهم يا سلام عليك اليوم يا سلام عليك شو اللي تغير شوف هذه مشكلتنا أنا بجيلي نعاني من الشيء هذا شنو نعاني نقولها بكل صدق والدي الله يرحمه عبد الله خلف كان له صداقات مي طبيعية مع محمد وجاسم الوزان اللي كانوا أول بالسابق يسمونهم كلارا أعدم ما أخذه يعني أول ما استورد الدهون بذاك وقت المعروفين اللي هو كان وزير السابق منهم عبد الوهاب له علاقات حميمة جدا مع عبد الصمد معرفي الله يرحمه العم عبد الصمد معرفي لا علاقات حميمة مع الله يرحمه منصور المزيدي فعلمنا أن هذول أعمامنا والله ما سمعنا منهم يوم من الأيام ولا سمعوا منا يوم من الأيام أن هذا كذا ولا هذا كذا يعني أنا ولحقت بنفس الوقت أن أنا يعني عاشرنا في الجيش أنا كنت ضابط بالجيش صح راح نتكلم على الفترة نعم يعني كانوا زملاء يعني كثيرين فاضل السائق وغيره وغيره ولازلنا على تواصل وعلى محبة وعلى أخوة طيبة هذه ما كانت حنا لأن استراثناها أخوي محمد من أهلنا إحنا قاعد نواجه صعوبة جيلي يواجه صعوبة شلون نوصلها للجيل اللي هو مع الأسف الجيل الآن الموجود عيالنا ولكن شنو صار التواصل قداهم في أمور كثيرة منو اللي قاعد يشعل هالنار هذا وش يقصد منها بكل أمانة هو تسلق مصالح يعني أنا عشت في عضو في 85
عضو في 96، عضو مجلس أمة 2003. والله اختلف المجلس 85 عشت فيه و96 و2003 اختلف تماما اللي أراه. يعني أنا عشت في 85، ما أعتقد أنه كان عضو مجلس أمة ب85 كان يفاوض على مصالح أو مناقصات وغيره، يعني مؤكد، ولا 96. صار اليوم أنا خلني أقولها بكل صدق، ممكن بعض الأخوان يعني له رأي في الموضوع، اليوم أنا أطول لساني أو أتكلم عشان مصالحي، وهذا خطأ. حتى طولة لسان مصلحة الوطن يجب أن تكون هادية. هذه معاناة الجيل السابق. مجالس الأمة السابقة كانت مرآة حقيقية وتعكس صورة طيبة عن الناس وعن الشعب. اليوم يا أخي الوزير الاختيار إن كان مو زين أرد أنا على طول باستجوابات. ليش ما أنا أقابل صاحب الرأي، أقابل رئيس حكومة رجاء كذا بالكلام الطيب؟ ممكن يتغير هذه الحوار الطيب مفقود. وبعدين حتى الناس عدل ما أخذها بقطع كلمتك بتحاشيني، أصبح الناس مع كل أسف الصفق باللي إيش باللي يبون يطول سانة. يعني قاعد نشاهد الآن في مجلس الأمة يومية صراخ، يومية قاعد اشطب لا تشطب، هذه مو صحيح. ولا في خطة ولا حد عنده شنه قوانين تفيد البلد أبدا. والناس تنخدع عن أيك وأقول لك بسوي وإلى آخره، أنت جوهد روح أعطيك إياه وبعدين معك. إحنا ما نجيب ناس عشان يشترون ند شخصاني، لا، نجيب ناس برقي بهدوء بحوار هادف الكلمة الطيبة. أنت اليوم عضو مجلس أمة شغلتك ثنتين، دور رقابي ودور تشريعي. إذا أن وجد الوزير، خذها هذه أخي محمد وأنا واثق من الكلمة اللي أقولها، أن وجد الوزير الكفاءة المقتدر الشفاف بالتعامل انتهى دور الرقابة، يبتدي دور شنو؟ التشريع الجماعي. احنا الان وهذا مفقود الان. سبيل المثال انا خليك من جانب مجلس الامه، انا عشت في ايام الجيش قلت لك، يعني ايام الشيخ مبارك رحمه الله عليه، انا كان باب مفتوح حق الصغير والكبير من 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 ابناء الجيش، الشيخ صالح رحمه الله عليه، الرجل الطيب عسى الله يطول عمره الفريق اول عبد الله فراج الغانم، نعم، باب مفتوح للناس كلها، يعني بالذات العسكريين، ويسمع ويطور وياخذ. احنا عشنا حقبة من الزمن في الجيش كنا نتمتع وكنا نتسابق ان نروح نسجل بالجيش. هذه تبي وقفة شوية. تعتقد ان اليوم عدلنا الدوائر؟ يعني اذكر الدوائر 25 وما الى ذلك، صراع الدوائر وتكون الاحزاب بفكرها المختلفة سببت هذا الصراع. أنا بعطيك الله يسلمك حادثة. أنا كنت في مجلس 2003 وكان نائب الرئيس في وقتها الأخ مشاري العنجري، حلو، وكان متواجد في مكتبه الأخ أحمد المليفي والأخ الفاضل كذلك عبد الله الرومي، واستدعاني في مكتبه. أنا إن شاء الله أبو فيصل ونعم الرجل كان صادق ويعني أمان المصلحة العامة في وقتها، ناداني وقال أبو عبد المحسن إذا هو يسمعني أو الإخوان ثاني يسمعوني، قال لي ودنا ونرغب فيك أنك توقع من ضمن الخمسة اللي هو وقت الخمس دوائر ترابقا. قلت لأبو فيصل أنا شاكر لك ولا عندي أدنى شك بصدقك أو نواياك الطيبة، بس أنت ناديتني كإنسان أنا ما مختلف فيها، ولي وجهة نظر راح تكون بمجلس الأمة هني أو مجلس الأمة.
عارض طبعا اخوان عبد الله ما قال شيء عبد الله الرومي احمد المنيفي الله يذكره بالخير يعني كنا ما عجبه كلامي وكان له وجهه نظر تحترم وقال لي ابو فيصل هذا رايك بس كنا رب الخمس دوائر انا اشوفها هي سبب معاناتي لليوم. شلون بعد المسا؟ استرسل تاريخها. صار الجدل داخل مجلس الأمة وبالتالي انقسم مجلس الأمة وصل إلى الشارع وصل إلى اتفاقات طبعا الشارع تم التعامل وياه اللي هو البرتغالي كان تذكر وبعدين رجع في مجلس الأمة شنو تم الاتفاق على أساس هل ينحل المجلس وبعدين نضد لكم فيما بعد الخمس دوائر صارت الخمس دوائر عقب ما صارت الخمس دوائر صار الاستحواذ على المجلس صار حضور مجلس الأمة أو المرشح في منطقة مثلا كانت سبيل المثال كخمس دوائر يوصي قبل لا تعطوني أعطي فدشت شكل قوائم بخمسة بأربعة وبالتالي تم شنو الأغلبية وتم المطالبة باستحواذ على رئاسة مجلس الوزراء وتم وصار من ذلك اليوم وإحنا ما احنا متركعين. أنا قبل أذكر أن الناس تضغط عليك عشان تنزل مجلس الأمة. صح. الحين أنت عدم مؤاخذة يعني حرت ولا لا أساليب كثيرة. شوف أنا نزلت 85 بعطيك حادثة. تفضل. سبب نزولي 85 كنت ضابط بالجيش وقدمت استقالتي بوقتها. فأنا لازلت أشكر العم الفاضل فريق أول عبد الله فراج. بعد الحاح مني وافق على الاستقالة وبعدين تميت سنة ونزلت انتخابات نزول انتخابات يا نتيجة الضغط من أهل الجهرة هم يذكرون كل أبوهم ويعرفون اللي يسمعني من الجهرة في ذاك الوقت أنا كنت أحب المقناص فأروح المقناص وياهم كانوا يمسكون في العراق واللي فكيتهم 123 واحد كانوا مسجونين من العراق بعلاقات خاصة مع محسن العجيل ياور الشيخ محسن العجيل ياور فهذه رغبة الناس فيني أكثر ودشيت بس كانوا ضاغطين علي أن أنا أنزل انتخابات الآن يؤسفني أقولها الناس تجنب الطيب وتروح حق تيار وإن شاء الله طيبين إن شاء الله بعد كلهم طيبين ولكن أتمنى أن يكون داخل المؤسسة هذه كل احترام يا أخي ما يجوز الشتم واللعن والكلام الفاضي واشطب ولا تشطب وغيره يعني المفروض ليش الشعب الكويتي اليوم لو تقعد دش اي ديوان يقول ملينا زهقنا كل ما هني الفارق ايه هذا راي كان اول عضو مجلس امه يمثل 50 ويمثل امه كلها اليوم الخمسين ما يمثلون واحد داخل مجلس امه الخمسين شلون تبي يصير هذا ما ادري عاد هذا تعبير من عندي انا ارجو يعذرونا بروح على محور ثاني ويمكن مهم كنت نائب وعاصر كان اهتمامكم في اللجان واقرار القوانين وكان في رقي في التعامل حتى لو كان هناك في اختلافات سياسيه كان الهدف نبي نقر مشروع هدف اصلاح البلد او للمواطن يستفيد منه المواطن وكانت الحكومات في ذاك الوقت تتعاون في هذا المجال صحيح. اليوم الحكومة كل هدفها شلون تراضي النائب أو التيار السياسي اللي طلع منه نفتقد إلى التشريعات اللي يعني تخدم الكويت اليوم كل اللي قاعد نشوفه من الجلسات خاصة في مجلس 2016 ظواهر سلبية تعديل قانون الجنسية مع على الرغم من هموم المواطن والدولة المحتاجة إلى الهدوء وإلى قرار تشريعات مهمة شو الفرق بين ذاك الوقت والحين وليش وصلنا لا فرق شاسع شلون كنتوا تتعاملون انتوا لا فرق شاسع والله يا اخي محمد انا اذكرها في مجلس 96 رحمه الله عليه ابو احمد سامي المنيس والله هذه قصه معاه يعني فاختلفنا على التصويت وكان في مشروع او اقتراح مقدمه الحكومه فالحكومه اخذت يمكن صوتين هو وراي الله يرحمه كان قاعد قلت له ابو احمد خلاص صوتين في فرق الذي كان يقول والله ما انساه شوف الحين ميت قال يحترم راي الاغلبيه الله والله
شوف هذه أنقلها بكل صدق عن سامي منيس رحمة الله عليه أبو أحمد وتحت الثرى، هذا الرقي ها والاعتراف بيش بحكم الأغلبية. أنا أقول الناس اللي تفرز تحمل، الحكومة المطلوب منها شنو؟ حس الاختيار، المفروض الشعب يحس الاختيار. والله العظيم أقولها بكل صدق إن إذا تم حسن الاختيار من الحكومة صدقني دور مجلس الأمة دور رقابي ينتهي فقط للتشريع وتطوير التشريع بالكويت. أنا بعد هم هني أنا بشوف ثغرات على الوزير، فرصتي شلون أنا أطق وأخذ الأخذ هني شنو أصوات أو ابتزاز؟ الوزير لما يكون ضعيف ها يبتز، لأن شنو قاعد يبحث عن ناس تحمي داخل مجلس الأمة. صح، هذا الفرق. يمكن في قضية مهمة قضية يمكن اللي دائما نهملها، كل الدول تتقدم من خلال التعليم والتربية. قبل كان التعليم بسيط، كتاتيب وملال ويدرسون وحفظ قرآن، وكان يطلع عندنا جيل طيب يقرأ ويكتب ومتفهم وتعلم. اليوم الدولة تصرف الملايين على التعليم ونتأخر في التعليم. هل تعتقد التغير في التعليم أثر على نوع التربية وظهور جيل شوية واعي؟ شيء مؤكد. مؤكد من أسبابها يعني كنا احنا قبل ننطق ما نقدر نشتكي عند ابونا ولا عند امنا ولا عند، كانوا يعدبوننا المدرسين ويعلمونا ويحفظونا قسم. اليوم يتحقب من الزمن صار صراع على وزارة التربية. صح، صراع ديني كان يعني معروف أقولها يعني. نعم، صار الصراع هذا مما ساهم شنو تأخر الدور التربوي. أنا اليوم مو بس تربية، اليوم في أمور كثير. اليوم أنا البارح في ديوانية قاعد نسولف، يعني أعطيك مثال وهذا شيء مهم يعني يجب يعني أنقله بكل صدق. اليوم التجار الكويتيين اختلفت الحسبة. التاجر الكويتي بالسابق معروف تاجر شغلة تاجر. صح، اليوم ما احنا عارفين شنو. اليوم الحسابات شلون اختلفت. صح، سبيل المثال الضرر قاعد يأتي حتى من أصحاب العقار، من يأتي إلى أصحاب العقار بالذات. صح، الاستثماري وشنو والتجاري. تجاري اقتراح الآن بزيادته من 10,000 إلى 120,000 دينار. أنت هني بالخلل اللي قاعد يصير بالميزان التجاري بالسعر راح يتأثر. الشيء الآخر الوافد اللي كان في يوم من الأيام موجود راح يطلع، وبالتالي راح يصير خلل بسكان العقار هذي أو المستأجر أو المستثمر، راح كلها تخلى. هذه قاعد يناقشونها البارح في ديوانية. أنا حقيقة أخذت بالي هالفكرة، يعني اليوم أنت الحكومة يعني موزعة كذا عضو وكلهم في اختصاصه، ها؟ كلهم اختصاص، يعني المفروض الوزراء المختصين يا أخي نبيهم يبدعون، نبيهم يعني أمانة ما نرجع يعني. في بعض الوزراء يستحقون منا كل تقدير أمانة على جهودهم. أتينا يعني بعض الوزراء الشيخ محمد الخالد أو الشيخ خالد الجراح أو وزير الصحة الآن أو بعض الوزراء يعني لهم كل تقدير وعلى جهودهم، بس احنا نقول نبي ابداع، نبي. صح، شغل ما مكانك راوح يعني. احنا نعرف اليوم في بعض المسؤولين الوكلاء قاعد يقومون في 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 وزاراتهم بشكل فظيع. انينا اسلام الفهد كثر خيره، انينا مازن عنده كثر خيره، بعض الوكلاء امانه في الوزارات شايل طاقه غير معقوله. احنا اليوم شلون هذه الخلية تكتمل من اداء كل مؤسسة؟ نعم، هذه طبعا على الحكومة ان يصير تقييم، يسمونه جهاز تقييم، وبعدين ما فيها مجاملة. يا اخي بالسعودية اليوم، بالسعودية او اي بلد اخر، بالسعودية او بالدول الاوروبية اذا ما نجح في اداء يا يستقيل او يقلونه. ما خلي عشش
ويتراجع المؤسسة إلى اللي احنا نشوف. يعني تشوف الخلل في تعيين الوكلاء والوكلاء المساعدين؟ لا أنا ما أشوف، طبعا هاي مسؤولية الوزير بالتعيين، مسؤوليته بالتشكيل. مشكلة الوزير يلقى هالوكيل وهالوكيل مساعد ما يقدر يسوي شيء، ده سيء ما يقدر يسوي شيء. اكو خلل والناس كلها تعرف الشيء هذا، اللي هي الوزير هي ابو عمه ولا ولد خالته ولا وراء اصوات ولا كذا ويعينه، شلون تبي يشتغل هذا؟ صح. والخلل الاكبر امانه انك انت لما تحط مثلا في مستوى وكيل وزاره مساعد والى اخره، شلون تتخطى؟ اكو واحد ينطر فرصته وخبرته، تيبه من برا عشان اصوات ولا تيبه من برا عشان هو حمله انتخابيه ولا هني الخلل مو منه، الخلل انه لازم السيره الذاتيه تنعرض قبل لا يترشح، لازم نقول له يا وزير استريح استريح، عندك ناس تبي تزكي زك من داخل المؤسسه وزكنا اثنين ثلاثه نشوف ادائهم، ترى تبي اصلا تبي جهاز متابعه دقيق ولا يجامل. احنا ذبحتنا المجامله، هذا اللي احنا نعاني منه، احنا نجامل وايد بعض، يعني نجامل وايد وكنا سياسيين. ايه كنا اليوم احنا اللي بقى فينا مو سياسي، تعرف منو؟ منو؟ الهندي الطباخ بس. والله صار يتكلمون سياسه بعد. شوف البنت دخلوها وقحموها بالسياسه، الولد دخلوه وقحموه بالسياسه، الزوجه دخلوها بالسياسه، الكل الكل يتكلم سياسه. وخير دليل، انا اذكر بالعمره مره كنا على قضيه انا والاهل والعيال، دشينا المصعد واحنا نتكلم بالسياسه، فسعودي قال والله اكيد انكم كويتيين، صار يعرفون ان الخليج من نحن نتكلم سياسه ما نتكلم تنميه. صحيح. هو في تناقل الانتقاد اصبح مو طبيعي، تحلطم. اي يعني ما في مجالات ثانيه، يعني خلني انا مثلا، انا وكلت عضو مجلس الامه ويجب ان يؤتمن بالرقابه، زين خلاص انا شكو الحين برا، خلي الحين اعضاء مجلس الامه بعد له، طب نتيجه التردد اللي حاصل، خلي دش ديوانيه شغلتها بس يدش بس يلغوي، لا 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 عرف شو انت سويت انت هذا برنامج ويتحلطم بعد، شفت شو؟ وهذا مو صحيح. اي انا حاسبه بعد 4 سنين، وزير يتحلطم، رئيس وزراء يتحلطم، نائب يتحلطم، مسؤولين يتحلطمون، وما ندري وين الخلل اصلا. بحاتنا ما تحلطموا. واحنا بعد حتى احنا ما تحلطمنا مثل التحلطم الان اللي قاعد يحصل. احنا يمكن نواجه يمكن نواجه اخوي محمد، نواجه بالنقد بهدوء من غير تجريح. صح. الاخرين الان يواجهون بنقد وتجريح. نعم. وأشياء دخيلة على المؤسسة دستورية أو حتى بأمان. يعني يمكن نتجه لمحور ثاني، يقولون لك يعني صحيح نتحلطم، لكن تعال الرياضة وصراع الرياضة، واليوم يعني ما شاء الله الشعب الكويتي أكثر من الشباب، رياضة موقوفة، يعني الفنيلة الزرقاء تغيب عن المحافل الدولية اللي كنا أبطال المجالات الرياضية في كل المجالات. صح. تغيب النشاط الاقتصادي. صحيح. البورصة تعاني. صحيح. وهيئة سوق المال ما قاعد تتدخل. صحيح. الأماكن للاستثمار غالية، الأراضي الزراعية غالية. صحيح. الصناعية. صحيح. غالية. صحيح. العقارية غالية. صحيح. الشاب لما يفتح محل تجاري ما يقدر، الأجار غالي، كل شيء غالي، لما المواطن ما هو قادر حتى يتجه لوظيفة ثانية يحسن دخله، كل شيء مغلق، وين يروح؟ شلون ما تبي يروح؟ من يتحمل المسؤولية؟ لا يتحمل المسؤولية، لكن لو عندي مفتوح كل المجالات. هم أرد عليك الله يسلمك والأخ المشاهد أو الأخت المشاهدة، حسن اختيار كالنواب، حسن اختيار وزارة، تنحل الأمور، يجب اللي يبتعد عن مصالح الشخصية في كل موقع. أنت كنت نائب، حسيت في صراع بين أقطاب تجارية شو تأثر على قراركم داخل المجلس؟ ما يدشون، ما يقدرون يدشون، ما يأثرون عليكم، ما يدشون، لأن هناك كان الجو العام غير الجو العام داخل المؤسسة، يعني كانت الناس في مستوى المسؤولية تقدر أن أنا جاي عضو مجلس ثم أدي يبتدي عاد، يعني أنا صج واجهت الحل في مجلس 85 و2000. صح. ولكن كان الحل طبعا ما حد يختلف عليه، هذه حق دستوري واضح ان اسمه الامير الحق
بس إنه كانت لا أو أنا أخيرة لا يعني 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 تراجع حرام حرام إنه اللي بنوه في الستينات وبنوه في السبعينات زين بالذات الحقبة هذه ترى ما تنسي يعني إنه قاعد يحصل الآن قاعد يحصل ما نقول ما في أخطاء في أخطاء كثيرة بس يجب أن يكون علاجها بهدوء برقي أنا اليوم أنا قلت لك يا أخي محمد إذا أنت صاحب قرار ها بيك بي أنا أنت قاعد بدوانية وبي بيتكلم عليك أنت وأنت 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 أنت هني بينصفق وجهك بيضيق خلقك شلون هذا قدام الناس شلون ما ذي علما ترى العلاقة مفتوحة ها بس لما أنا أنطرك وأقعد واحترمك وأضحك وياك أشرب وياك استكانة شاي طلعت لحقتك أو ترى يا أخوي محمد أنت عندك واحدة اثنتين ثلاثة أنا ما حبيت أتكلم عن الناس هني شو تسوي أنت استقبل تقبل تحترم رأيي وتجلني أنا دائما أقول وعن قناعة الرجال اللي فيها خير ترى مثل الجبال دائما طالع قمتها ومتربع فوق ها واللي ما فيها خير ترى مثل الأرض تراب صح الجبال هذه مهينة أن يتربى عليها الإنسان أخلاقك وتعاملك ورقيك واحترامك ونزاهتك كل أبو هذه تخليك تربع فوق هذا تاريخ الجبل ها الجبل يظل جبل إلا أن يشاء الله ثابت خير حاج تحب الزراعة أبو عبد المحسن أكيد أنا ما أنكر أنا أصلا جذوري إيه زراعية صح والدي عنده مزرعتين بالرياض صح وجدي عنده مزرعتين صح واحنا مزارعين مو نشتغل بيدنا لله الحمد والدي الله يرحمه من طلع الدنيا عنده ناس يشتغلون بالمزرعه وكل شيء يعني ما اشتغل ولا هو عيب يعني الشغل انما اهل زرع وصرت انا رئيس اتحاد المزارعين صح وامانه بالمناسبه الشيخ ابراهيم الدعي في وقته كان على الهيئه وانا كنت رئيس اتحاد المزارعين كأن الزراعة وصلت إلى قمتها يذكرون إذا في مزارع وصلت قمتها نعم الحكي متى هذا أبو عبد المحسن هذا الحكي الله يسلمك من 92 إلى قبل أنزل انتخابات 96 في 6 أشهر ويذكر الشيخ إبراهيم كان بابه مفتوح كل أسبوع كنت أقابله كنت أنقل له وجهة نظر المزارعين وكان تطوير مو طبيعي كان في الشغل من 50 هو قضب قبل التسعينات قضب الفترة هذه وطورها وكان يستمع الله يجزاه خير وكان يطور وكان يطالب حق المزارعين وبنفس كان الوقت كان المزارعين الحقيقيين نعم يعني شوف الزراعة نعمة صح وفيها رفاهية ما يحس فيها إلا اللي يزرع ويسوي أنا اختلفت ويا وزير في ذاك الوقت الله يرحمه توفى كوزير مالية قال هل معقول إنه ينزرع في أرض كلها رمل وملح وذي قلت له يا أخي روح هولندا كلها طين ومهددة البلد هذه ولكن شوف التطوير عندهم شوف دولة تصدر الورد نعم يعني الزراعة واختلفوا كنت بوقتها اختلفت وياهم إنه يكون الوارد يوازي المنتج المحلي نعم وكان والله أمانة قابلت فيها الشيخ يابر الأحمد رحمة الله عليه في ذاك الوقت قال حتى قلت له طول عمر أنت مزارع قال شنو عرفت أنه مزارع قلت نعم أنت الجوهرة يطول عمر كنت تزرع فيها ضحك الله يرحمه يسكن الجنة وقال ما في أحد ما يحب الزراعة قلت الله طول كان يساعدنا كان الشيخ سعد الله يرحمه يساعدنا أيضا كان يعشق سعد والشيخ الآن سمو الأمير قابلنا وكان يساعدنا ومزارع ويحبه فكانت الزراعة مهمة جدا أقل تنياقي خلي الناس تشتغل بالزراعة خلهم بتعدون على السياسة شو اللي تغير الحين شو تشوف الزراعة هالوقت هو شوف الزراعة أنا أشوفها مهمة يجب الانتباه لها يعني اللي قاعد أشوفها شيء مو زين النخل بالشوارع قاعد يموت صح يعني ما فيه اهتمام أنا أقول يجب يعني أنا عمل اجتماعي هو بالدرجة الأولى ويجب الحكومة تعطيه اهتمام شوية ما يمنع أن الزراعة تطور أكثر لها تأثير على البيئة لها تأثير على اليوم الطماطم يمكن سمعت أنت كم بسعره
لولا الله البادي ثم المنتج الكويتي كان موصل السعر هذا. في ورقيات شوف كم تسوق، وفي شباب قاعد يطور من خلال البيوت المحميه حتى العنب وغيره ويطورون. يجب ان تعطيهم حافز بشيء هذا. الزراعه يا اخي الدول الاوروبيه تعتمد عليها اليوم، هولندا كبلد قائم اساسا امن غذائي للوطن، ما تدري شنو الظروف اللي تصير معاه. امريكا تنتج الحنطه والقطه بالبحر عشان تحافظ على سعرها. الزراعه مهمه، يعني انا اشوفها بعضهم يكون ما يجوز لك الكلام، بس انا اقول لك، يقول واحد يقول ما عندي مزرعه، طيب ما عندك مزرعه خير يطير، غيرك عنده مزرعه. الحكومه تبحث بطبق وطرق واساليب ان اللي ما يزرع تسحب وانتهت. وقت وياك ممتع، ما بقى الا وياي دقائق يعني انت. والله انا ما نحس بالوقت وياك، حديثك ممتع قاعد. مواليد المرقاب صح؟ نعم 1950. يعطيك طولة العمر محمد. لا لا اعطيك عمري، يعني انا ميلادي مترخ بالضبط. ونزلت في الانتخابات في الجهره. نعم 85. 85 ليش؟ وطلعت الاول. وطلعت الاول. انا جذورك في الجهره تدري. وقلت لك انا قعدت وصار. شو اللي اختلف الناخب قبل والناخب الحين؟ هذه والله رساله مهمه لازم اوجهها. يعني أمانة الصدق، الصدق مهم جدا. الناس بدون شك طيبة، ولكن الجامل على حساب الصدق. أنا يحق أخوي محمد أقول له أبنزل انتخابات، يقول أخوي محمد توكل على الله أنا وياك، وهو بقلبه شيء ثاني، وهذا خطأ. الناس الخلل اللي قاعد يصير بالنطق وبإحساس بالمسؤولية لما تقول توكل الله احنا وياك ومو وياك، هذا مو صحيح. هذا ما كانوا يقولونه أول. الفرق قلت لك إياها قبل، يلزمونك بالنزول. الحين أنت يعني حتى احنا الآن يعني ما ودي في بعض الأمور أتحفظ علي، أتحفظ إني أنا أقولها يعني رسول. يعني مع كل أسف يعني اليوم الانتخابات القيد نزيها، يعني ما اقصد فيها بالصناديق، لا التعامل خارج الصناديق اصبحت مو سوي، يعني غابت عنها رجوله، غابت عنها مصداقيه، غابت عنها امور كثيره. هناك من يسلط هذا على هذا، وهناك من يبعث هذا على هذا، يعني الم وشجون كبير. بس طبعا هذا على العموم اللي قاعد يحصل. والانتخابات أؤمن فيها أنا أن غالب ومغلوب هذا شيء طبيعي، بس يجب أن تكون بإحساس طيب. يجب أن المغلوب يقدر الشيء هذا، والغالب يعرف أنه اختيار موفق. بس مع كل أسف اليوم يسلطون أقرب الناس لك عشان يأذيك من خلال الانتخابات، ويمكن أبعد الناس يكون لك أخ من خلال الانتخابات. الانتخابات بالعكس طموح، وأنا أعتقد كل إنسان بيقتل هذا الطموح مو صحيح. وباب مفتوح ولا هم سكر على فلان وعلان، الباب مفتوح ولا قال يا فلان ما تنزل ولا لا انزل. كل إنسان يجد في نفسه طموح بصدق يخدم بلده من خلال هذا الباب. اليوم أصبح المصداقية ما هي ذيك المصداقية. وإذا بتعرف، ارجع إلى مجالس السابقة وشوف الأسماء. ارجع الآن وشوف الأسماء، فرق شاسع وفرق بالتعامل. قبل يعني كان ولا زكي نفسي على آخرين، قبل يجد الطيب الضغط عشان ينزل صح وتترجاه، اليوم يجد الضغط اللي ينزل من توجه ولا من فئة ولا قبيلة ولا إلى آخره عشان يطق داخل. للأسف اشتم عشان توصل. هل أصبحت سياسة الشتيمة الوصول إلى كرسي مجلس الأمة كل بساطة وتسلق وسهل؟ وأنا أعتقد أن هذا السلم من درج واحد، لا يكلفك أبداً التسلق من درجات أنك تسب وتشتم وتكذب والناس تصفق وبعدين تقول خدعنا. شنو نعمل احنا؟ أنا إذا في رسالة أوجهها من خلال قناتكم أمانة،
أمانة أنا أقولها بكل صدق، اليوم الكويت بلد طيبة وأهلها طيبين، حسن التعامل يجب أن يكون شفاف وصادق، يجب أن يكون نقد راقي ومقيل تجريح، التعامل مع الناس يجب أن يكون في مستوى المسؤولية، المسؤول في كل موقع يجب أن يحترم من اختاره في هذا المكان، الأمانة، كل السبل المتوفرة لله الحمد في بلدنا، لا من طاقات ولا من شباب ولا من إمكانيات ولا من أمانة، بس احسنوا التعامل. اليوم أنا بأوصل عشان مصلحتي وهذا خطأ، أنت لا تنسى مصلحتك وحدة ولكن مصلحة أمك اللي أبوها مصلحة بلد، هنا يجب أن يكون اختيار في موقعه سواء مجلس الأمة أو مجلس الوزراء. اليوم أنت ما يقدرك سقوط ولا نجوح في مجلس الأمة قدر ما أنه شنو تجد السيء يختار والطيب يترك، وهذه واقعة والكل يدري فيها. احنا اليوم لله الحمد في 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 محبة وإن شاء الله تماسك بين حاكم ومحكوم، يجب أن نستثمره بصحيح. الأمور اللي خارج الكويت أو الدول المحيطة عسى الله يطول عمره سمو الأمير متحملها ونسأله طولة العمر بإذن الله. الداخلي لازم نعينه احنا داخل بالكلام الطيب والنقد البناء، وسياسة الباب مفتوحة عموما عند سمو الأمير أو كل مسؤول بالبلد، كل الباب مفتوح. أود أنهي اللقاء لأني مستمتع وياك أخي، جزاك الله خير، يسعدني، وأنا أتمنى قريبا أشوفك أيضا في حلقات ثانية في مواقف. والله أنا أبركها من ساعة، دعوتكم كريمة وأنا حاضر والله. الله يطول بعمرك وإن شاء الله في مواضيع. لو أني أنا ترى ما ودي أتكلم بالسياسة والكلام هذا، الناس تبتعد إذا ما تبي تزعل أحد. لا والله الناس ملت والناس تعبت يوم من الكلام، قلت لك الناس ملت فعلا. اليوم أصبح حتى لقاءات النواب لما نقابلهم حتى المشاهدة بسيطة، يعني في خلل قاعد يعني نقول هناك للنائب أو للوزير ترى في خلل بينك وبين الناس اللي اختاروك خلال يعني فترة وجيزة، لم يكن هناك مصداقية لهالبلد للأسف. يعني الحمد لله، نقول الحمد لله، أنت لخصت في الحمد لله، نقول البلد بخير إن شاء الله وهذا طول إن شاء الله بإذن الله. النائب السابق عليه خلف سعيد، أنا شاكر لك على حضورك اليوم يا أبو محسن، ونشوفك في حلقات طول عمرك، طولت العمر لك، أحسنت أحسنت، جزاك الله خير وشاكر لكم استضافتكم الكريمة. أعزائي المشاهدين، وصلنا لنهاية برنامج وجه لوجه، تفتحون من الخميس والجمعة ونشوفكم السبت الجاي إن شاء الله. أدعو الله أن يحفظ الكويت، الكويت أولا، والله يصلح.